يعني رغم التأثير الكبير الذي قامت به الميديا المصرية الإعلام سواء الصحافة أو الإعلام المرئي والمسموع في تحفيز الشعب المصري على الاشتراك في ثورة 25 يناير والأهم في ثورة 30 يونيو، إلا أن هناك جوانب سلبية كثيرة نلاحظها من خاصة من فضائيات بعض رجال الأعمال الذين لديهم أجندات يمكن أن تتعارض مع التوجهات الثورية ومع أيضا نقول رؤية تحديث العقل المصري. لا يعقل أن نجد إعلانات في بعض الفضائيات عن السحر والدجل والشعوذة، لا يعقل، ولا أدري أين يعني الوزارات المسؤولة، وزارة الصحة، وأين وزارة الإعلام، أين هذه الجهات اللي توقف هذه المحطات والقنوات عن هذه الشعوذة التي تمارس. أنا فاكر من حوالي عن 20 يوم أو شهر تقريبا تم القبض على دجال، وسأل في ضحية راحت قدمت فيه بلاغ في قسم الشرطة، وهم بيسألوها عرفتي منين؟ ادت له 9000 جنيه عشان قال لي يطلع جن حاجات بالشكل ده، فقالت لهم أنا قريت عنه إعلان في قناة تلفزيونية. هذا يعني هذا من أخطر الأمور اللي بنواجهها حاليا في الميديا. أيضا إحنا يعني ينبغي أن نواجه هذه السلبيات والظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع المصري كالإرهاب وكالدجل وكالشعوذة والانغلاق الفكري من خلال تحصين العقول وليس قبل تحصين الشوارع. من المهم جدا أن نعالج مثلا ظاهرة الإرهاب بالنواحي الأمنية، الحل الأمني مطلوب، لكن الأهم وعلى المدى البعيد والاستراتيجي تحصين العقول، وهذه مهمة الإعلام إلا أنها المهمة الأكبر ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم تقوم بتلقين، هي أنا بسميها وزارة التلقين وليست وزارة التربية والتعليم، التلقين العقول، حشو الذاكرة بمعلومات بيلفظها التلميذ في امتحان آخر العام وبعد ذلك لا شيء، ما فيش. من السهل بعد كده أن يتم اصطياده من قبل أي جماعة دينية منغلقة أو أي شيخ منغلق وتوظيفه في عملية الإرهاب. فالنظام التعليم المصري في حاجة إلى تغيير شامل وجذري، ليس فقط لتحصين المجتمع ضد هذه الظواهر الخطيرة، ولكن أيضا لتحديث الدماغ المصري ووضع مصر في مكانها الحقيقي وهو مركز الحضارة العالمية. احنا عملنا ندوة النهاردة الخميس 22 يناير وقبل الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ليست ندوة احتفائية. الأجواء الاحتفائية مطلوبة وكويسة وبتاع وكده، الناس تفرح وتحتفل وكده، لكن الأهم ينبغي أن نعرف أين موطئ قدمينا الآن. هل نقف على أرض صلبة أم في رمال متحركة؟ ماذا تحقق من أهداف الثورة وما الذي لم يتحقق وكيف يمكن تحقيقه؟ ما هي المعوقات؟ هذه أسئلة مهمة جدا ينبغي التصدي لها في هذه المناسبة. يعني أعتقد أن يكون هناك تشريع حاسم وجازم وصارم في قضية اشتغال رجال الدين بالسياسة. حزب النور وهناك أحزاب أخرى ولكن أبرزها حزب النور هو حزب ديني في المقام الأول، وينبغي أن يمنع بتشريع أو بأي طريقة، لكن الآن هنعتمد على وعي الشعب. الدين لا يحكم ولا الدين لم يحكم في أي فترة من فترات التاريخ. الدين دعوة للسلوكيات والأخلاق الجيدة وأيضا لرجل الحكم اللي هو سياسي في المقام الأول لأن يحكم طبقا لمبادئ الإسلام، لكن المشكلة في أن الراجل الدين لو حكم زي مثلا حكاية ولاية الفقيه في إيران أو لدى الشيعة، ده هناك مثلا الفقيه هو يعني المرجعية الأخيرة
يعني حتى لو المجلس النواب خد قرار او رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء الفقيه يستطيع ان يلغي هذا، واخد بال حضرتك؟ فمشكلة ان الدين ما بيحكم بيه بايه؟ ان انت ما بيديش فرصة للنقاش. يعني انت عندك مثلا اقتراح معين، انا عندي اقتراح نتجادل فيه، رؤية مختلفة نتفاعل ونتؤدي في النهاية الانتهاء الى رؤية ايه تفيد المجتمع. لا هو ما عندوش كده، انت لو اختلفت معاه يبقى انت كافر، يعني في الاخر خالص بيصدك، ما فيش اي نقاش ولا اي حوار مجدي، لان هو متصور ان الله اوكله بكلمته، يعني هو معاه كلمة الله والاخرين الذين يختلفوا يبقوا ضد كلمة الله، وبالتالي ينبغي ان وده لاحظناه حتى في الفترة بتاعت مرسي، من لا يعطي صوته لمرسي فهو كافر او يرتكب ايه اثما عظيما، هذا لا صح. شكرا.